المنتدى العربي الأوروبي للسينما والمسرح، نحييكم. إحنا اليوم في هذا اللقاء، في هذا الملتقى، ملتقى النص المسرحي في رحاب المنتدى العربي الأوروبي للسينما والمسرح، والذي يستمر إلى مساء الجمعة الساعة 8 بتوقيت باريس، والقاهرة التاسعة بتوقيت بغداد ومكة والقدس وبيروت الساعة 7 بتوقيت لندن والجزائر. في هذا اللقاء اليوم، هذه هي الندوة الثانية من ضمن الندوات التي أعدها وقام بالتنسيق إليها أستاذنا العزيز الأستاذ الدكتور حسين الأنصاري، تحت شعار نحو تقنيات جديدة في الخطاب الدرامي. الليلة معنا الأستاذ الدكتور مصطفى رمضاني، الأستاذة أسماء الطرابلسي، دكتور عصام الدين أبو العلا والذي ننتظره، والأستاذ غانم حميد. نحن الآن بدأنا هذه الندوة، وأيضا لدينا عدد من الأصدقاء والحضور، لا أنسى طبعا رئيس وزير الدفاع للإبداع صبري يوسف، وأيضا نائبة رئيس وزير الإبداع في هذا الملتقى الدكتورة ذكرى صاحب، التي بدأت الآن تتقدم. ولن شكرا أنسى أيضا الدكتورة وافية التي أصبحت أيضا، والدكتورة رائدة العامري، يعني ما شاء الله تبارك الله، إحنا عندنا مجموعة من الناس الذين يتابعونا. وباستمرار نرحب أيضا بالأستاذة سمية، ونرحب أيضا بالأستاذ علي جابر الذي يعني بدأ يتابعنا معنا، أيضا الدكتور مجيد الجبوري. قبل أن أقدم الكلمة ودفة الحكم والتنازل السلمي للسلطة للأستاذ الدكتور حسين الأنصاري، كلمة ترحيبية سريعة من اليوم من مين؟ من الدكتورة ذكرى. عيش حياتك يا دكتورة ذكرى. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا لهذا الملتقى الرائع، وأيام رائعة حقيقة يعني نقضيها معكم، أنتم أساتذتنا وأنتم النجوم المتلألئة في الوطن العربي، صانعي الجمال وصانعي الإبداع. إن شاء الله بداية موفقة لهذا اليوم، وشكرا للدكتور حسين على هذا الجمع الجميل بالنسبة لمجموعتنا التقنيين يعني. شكرا جزيلا. خلاص، ولا يزعل الاستاذ صبري. قبل ان اقدم الاستاذ صبري يعطي كمان كلمه ترحيبيه، اقدم ايضا الدكتوره وافيه حملاوي تقدم كلمه ترحيبيه. الدكتوره وافيه يبدو انها يعني مشغوله. استاذ صبري، كلمه ترحيبيه سريعه. أنا أقول إذا الدكتورة وافية جاهزة خلي تبدأ بالتقديم، لأنه ما عندي مانع هي تكون موجودة وتقدم، ولكن بما أنه مشغولة أنا لا يسعني إلا أن أشكر المنتدى العربي الأوروبي على هذا المنبر الرائد الذي يتيح لنا التواصل مع العديد من مبدعي ومبدعات العالم. تحية خاصة إلى الناقد الأستاذ حسين الأنصاري، وإلى الدكتور مصطفى رمضاني، وإلى الأستاذة الناقدة أسماء الطرابلسي من تونس، وإلى الدكتور عصام الدين أبو العلا من مصر، والأستاذ غانم حميد، وكل الأصدقاء والزملاء الموجودين، الدكتورة رائدة العمري، الدكتورة ذكرى عبادي، الدكتورة راوية حملاوي، والدكتور المبدع مجيد الجبوري، والأستاذة سمية، والأستاذ علي جابر، وكل الذين سيلتحقون بنا قريبا. أتمنى لهذا المنتدى المزيد من إبداع الخلاق على كافة الأصعدة، وغدا منبرا ومرجعا مهما على الساحة الشرقية والغربية والعالمية. دمتم بخير. دكتور حسين، أنت كنت معنا يا دكتور حسين. نعم، صورتك غير واضحة. معكم أنا وأسمع، وشكرا لما تفضل به الأستاذ صبري. والآن نبدأ. صورتك يا دكتور، صورتك غير واضحة. مو أنا ما أريد أزعجكم بصورتي، صوتي بالعكس، فقط. صورتك مهمة يا أستاذ. لا لا، خليه صورتك. صورة جميلة يا أبي، والله جميلة جدا، والله عم تعطينا الأمل صدقني. اليوم لا أخفي عليكم كنت عند طبيب الأسنان وأجريت عملية فيها نوع من التعقيد بصراحة، فلذلك يعني لا لا، ظهر صورتك يا دكتور، لأن حتى يظهر في الفيديو واليوتيوب ولا يعني يهمك ولا فيها. يهمك ولا يهمك ولا يهمك. تفضل تفضل يا دكتور، الآن جمال المنصة لك. جمال، في البدء لا يسعنا إلا أن نرحب بكل الأخوة الحضور، وأسعد
خصوصا المشاركين بأوراقهم. وشكرا لكل ما سيقدم في هذه الأمسية. ولكن قبل أن نبدأ لدي ملاحظات بسيطة جدا وخفيفة. أتمنى على الأخوة الذين يقدمون مداخلات أو تعقيبات على الأوراق التي ستقدم أن تكون هذه الملاحظات في صلب الموضوع، لأن ربما البعض لديه كثير من الأفكار ويود أن إيصالها، ولكن نحن نركز دائما على المحاور التي نحاول أن نطرحها في هذا الملتقى، وإن حصلنا على ملاحظة ربما نأخذ بها ويأخذ بها المنتدى لتكون وتصبح لدينا ندوة متخصصة فيها نناقشها من جميع الجوانب التفصيلية. الوقت مهم جدا بالنسبة لنا، وأرجو الالتزام بتكثيف وتلخيص الملاحظة التي تطرح حول أي جانب من جوانب المحاور التي ستقدم. طبعا في البدء أقول ظهرت عديد التجارب الحديثة في المسرح والتي أدرجت تحت مسميات التحديث والتجريب والطليعي والبديل والجديد وغيرها من المسميات التي تتفق مع سمات وتوجهات تيارات، كما يرغب أن يسميها البعض تيارات ما بعد الحداثة، التي اتسمت هذا التيار بمتغيرات في القواعد الفنية الأساسية والتي تم تقنينها سابقاً في نظريات المسرح، كما هو الحال عند أساطين هذا الفن في المسرح الكلاسيكي لا سيما في مجال الإخراج، والذين وضعوا أسس هذا الفن يعني بدءاً من الروسي الشهير قسطنطين ستانسلافسكي مروراً بالألماني الشهير برتولد بريخت. فهؤلاء كانت أعمالهم تقوم على مبدأ الانسجام والتكامل والتوازن بين عناصر العرض المتمثلة بالنص الأدبي والرؤية الإخراجية، وكذلك طريقة الإداء وصولاً إلى العلاقة مع الجمهور. لكن تجارب المسرح الحديث غيرت أسس هذه العلاقة، فغيرت بين عناصر الإنتاج المسرحي وقلبت المعادلة رأساً على عقب، حيث أنهم قللوا من شأن النص المكتوب باعتباره يعني أنهم كانوا ينظرون إلى العرض على أنه هو الأساس للمنجز المسرحي المتكامل، ويكون النص ما هو إلا جزء بسيط في هذه المنظومة، وممكن أن يحرف هذا النص ويحذف أو يضاف له أو يعدل عليه من قبل المخرج. وهكذا انحرفت توجهات المخرجين المحدثين إلى هيمنة الجانب البصري ومغادرة الجانب الأدبي. ولدينا يعني الكثير من الأسماء المعروفة في المسرح العالمي الذين تبنوا هذا الاتجاه، يعني ربما يقف في مقدمتهم المخرج المعروف أنتونين آرتو صاحب مسرح القسوة، وكذلك سايره في هذا الاتجاه المخرج أندري أنطوان، وكذلك البولندي غروتوفسكي، وكذلك وصولا الى المخرج البريطاني بيتر بروك، كما نهج هذا المنهج بعض المخرجين الامريكان مثل روبرت ويلسون وريتشارد فورمان وبيير هوفمان ولي برور. طبعا تجاربهم معروفه في ما يسمى بمسرح المارنيكا او مسرح الصوره كما يحلو للعرب أن يسموه. هذا الاتجاه طبعا تعمق أكثر بعد الانعطاف التقنية والمعلوماتية التي وضعت الفن المسرحي أمام حالة جديدة، حالة من التنافس والجديد مع الوسائل الاتصالية، مما دعا المهتمين إلى محاولات تجديدية لاستيعاب معطيات هذه التقنية سواء على مستوى الكتابة أو الإخراج، وكذلك أيضا استخدمت في مجال السينوغرافيا. طبعا نسعى من خلال هذا الملتقى إلى إلقاء الضوء على هذا المحور، ونقول هل استفاد المسرح من هذه التقنيات ليكون أكثر حضورا
أم أن استخدام هذه الإضافات لم تضف شيئا في طبيعة هذا الفن الخالد؟ اليوم سنناقش معكم جانبا من محاور هذا الملتقى، وسيكون معنا نخبة من الأساتذة الأكاديميين والنقاد الذين سنستمع إليهم، وسأحاول أن أعرفكم بهم وبما امتلكوه من خبرة وإنجازات في مسيرتهم الإبداعية. مرحبا بالأستاذ الدكتور مصطفى رمضاني من المغرب. والأستاذ الدكتور مصطفى رمضاني هو قامة مسرحية أكاديمية، رجل متعدد المواهب والطاقات الإبداعية، هو أستاذ متمرس في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بوجدة، وباحث أكاديمي، ناقد وكاتب ومخرج أيضا، يزاوج بين الممارسة والتنظير. إنه مسرحي خبر واقع المسرح المغربي بشكل خاص والعربي والعالمي بشكل عام، تحليلا ونقدا وتأليفا وتنظيرا. للأستاذ الدكتور مصطفى رمضاني مشاركات كثيرة وندوات ومهرجانات وورش عمل تعكس ثراء خبرته وعمق وعيه المسرحي، كما له عددا من الكتب النقدية والتحليلية المهمة لا يسع لنا المجال هنا لذكرها بصراحة. إن رغبتم التعرف عليه أكثر فهو الآن معنا، ونبدأ بورقته لهذا اليوم عن مفهوم الدراماتورجية مصطلحا، وهل أن الدراماتورجية وسيط بين النص والعرض أم أنها عمل مختلف لوحده وخاص بما يسمى الدراماتورجي؟ نترك هذه التفاصيل للأستاذ الدكتور مصطفى رمضاني فليتفضل. شكرا أخي وصديقي الدكتور حسين، أرجو أن يكون صوتي قد وصل إليكم على الأقل، لأنني لا أسمعكم جيدا. واضح صوتك يا أستاذ رمضاني. يصلكم صوتي جيدا؟ نعم. هل تسمعوني؟ نعم نعم يا أستاذي، نعم نسمعك جيدا. لأنني لا أسمعكم، ولذلك لست أدري هل سأبدأ الكلام. ابدأ. قبل نعم ابدأ. نعم ابدأ. نعم نعم، وإن كنت لا أسمعكم جيدا، ولكن سأحاول أن أقدم هذه الورقة حول مفهوم المقاربة الدراماتورجية، وكيف يمكنها أن تسعف الناقد أو المتلقي أو القارئ أو المتعلم في التعامل لا سيما مع النص المسرحي، لأننا ينبغي أن نفصل بين الأمرين. حينما نستحضر مفهوم دراماتورجيا فنحن نستحضره في إطار خاص، أي أننا نستحضره ونحن بصدد التعامل مع عمل مسرحي بالقوة وليس بالفعل. لأنه لو كان لدينا عمل مسرحي بالفعل باعتباره فرجة لما استعنا بالمقاربة الدراماتورجية. ولذلك يمكن أن نعود إلى تبرير هذا المصطلح، أو لماذا سمي بهذه التسمية. لأن الدراماتورجية تتكون من كلمتين، هي دراما وإرجي، أي حركية الدراما، كيف تتحول الدراما من نص غير ممسرح في الأصل ليصبح نصا مسرحيا، بمعنى أننا نسلط على مظاهر التمسرح لفوند تياتراليتي لكي نجعل ما لم يكن ممسرحا قادرا على المسرحة، أي أننا نهيئ ما أسميه ب العناصر المساهمة أو القادر على المساهمة في تحقيق شعرية الفرجة المسرحية خارج النص المسرحي، أي أنني بصدد الحديث
عن نصوص غير درامية في الأصل، ولكن يمكن بفضل الدراماتورجيا بفضلها يمكن أن تكون قادرة على تحقيق الفرجة المسرحية. ولهذا لا نستغرب إن كنا لا نجد أثراً لهذا المصطلح في الثقافة العربية القديمة، وإنما ظهر هذا المصطلح حديثاً في أوروبا بشكل خاص. ومع ذلك لم يتفق حتى الأوروبيون أنفسهم في تحديد مانع شامل لهذا المصطلح الذي هو دراماتورجيا، فأخذ دلالات متعددة وواسعة، بدءا بكتابة النص وصولا إلى الإخراج المسرحي، مرورا كذلك بالإدارة المسرحية والفنية، بل قد امتد إلى الروح وإلى الممثلين وإلى عملية التلقي كذلك، لا سيما مع بعض المدارس كمدرسة كونستانس الألمانية وما إلى ذلك. ولهذا فنحن حينما نستحضر مفهوم الدراماتورجيا نستحضرها انطلاقا من شعريات أوروبية، ولا شك في أن الشعرية الأرسطية هي الأصل. ولذلك حينما نستحضر هذه الشعرية الأرسطورية نستحضر تاريخ النصوص، أي أننا نربط الدراماتورجيا بالنص المسرحي، ولا نتحدث عن دراماتورج إلا باعتباره كاتبا للنص المسرحي أو مؤلفا للنص المسرحي، ولا يمكن أن نتحدث عن الدراماتورج خارج هذا أو خارج هذا الإطار أو هذا السياق، أي خارج النص المسرحي. ومن ثم يمكن أن نستحضر مفهوم أو المفهوم الشعرية التي حددها أرسطو انطلاقا من مفهوم المحاكاة، وكيف أن المؤلف هو الذي يحدد كل إجراءات العملية لما يمكن أن يكون عليه العرض المسرحي، ونغيب كل عناصر الأخرى، بمعنى أننا نغيب كل عناصر دراماتورجيا التي يستحضرها النقد الحديث الآن، ونستحضر فقط هذا الفعل دراماتورجي المؤسس على النص. ولذلك نحن نؤرخ منذ القديم في أثينا إلى يومنا كنا نؤرخ لهذا الذي يسمى بالدراماتورجيا النصية أو الدراماتورجيا الأدبية، بعيدا عن كل ما يشكل الشعريات البصرية والحسية والحركية. وطبعا حتى بالنسبة لي حينما نتحدث عن هذا المعنى الحديث، غالبا ما نستحضر كذلك حتى في العصر الوسيط في القرن السادس عشر السابع عشر الثامن عشر نستحضر نفس المفهوم، أي دراماتورجيا باعتبارها تأريخا وفعلا وإنتاجا لما ينتجه المؤلف المسرحي. ولذلك نستحضر شكسبير ونستحضر موليار، بومارشي، نستحضر جان جيرودو وجوانو وجان شيلا جان كوكتو إلى آخره، باعتبارهم كتابا مسرحيين أكثر ما نستحضرهم باعتبارهم إما مخرجين وإما تقنيين وإما أحيانا ممثلين، كما هو الحال بالنسبة لكثيرين من الذين مارسوا الكتابة الدرامية ومارسوا كذلك التمثيل والإخراج على غرار ما كان متداولا مع موليار مثلا أو شكسبير أو إلى آخره. إذن هناك ليس هناك تاريخ للدراماتورجيا بالمعنى المتعارف عليها، بقدر ما كانت هناك دراماتورجيا خاصة هي المرتبطة بالنصوص المسرحية. ولذلك حينما نستحضر مثلا في فرنسا كاتب كبير مثل جاك شيرر، نجده يتحدث وهو يتحدث عن نجده يتحدث عن الدراماتورجيا الكلاسيكية أو ما اسمها بالدراماتورجيا الكلاسيكية للنصوص المسرحية في فرنسا، أي أنه يلغي كل من أنتج العروض المسرحية من تقنيين وإلى آخره مخرجين ومن فنيين إلى آخره مما هو معروف في العمل المسرحي، إلى أن بدأت تظهر بعد ملامح التجريب، وبدأت تلك المساحة التي كان
يسلط المؤلف عليها سلطته أصبحت تنحصر لتحل محلها سلطة أخرى هي سلطة المخرج، ثم بعد ذلك سلطة السينوغراف، ثم بعد ذلك سلطة الممثل، لا سيما حين بدأنا نستحضر مصطلحات أخرى وعلى على رأسها سلطة بلاغة الجسد، بلاغة الجسد، لأننا أصبحنا في هذه الظاهرة الجافدة مع دراماتورجي جديد نعتبر أن الممثل هو الذي يمكن أن يكون حاضرا دائما في الوقت الذي يمكن أن نلغي فيه مبدعين آخرين كالتقنيين وكالمؤلفين وكالمخرجين، لا سيما مع هذا الحضور المكثف لما أصبح يطلق عليه بما بعد الدراما حين تحضر التقنية ويغيب الإنسان، ولكن مع ذلك الغياب يظل الممثل حاضرا بجسده وملامحه وإيماءاته وما إلى ذلك. وفي هذا السياق يمكن أن نستحضر مفاهيم متعددة لهذا المصطلح. كل مخرج يتصور أنه هو القادر على تبرير هذا المصطلح أكثر من غيره، فنجد ستانسلافسكي يميل إلى سيكولوجيات الممثل ويعتبر أن الدراماتورجيا ينبغي أن تسير في هذا الاتجاه، بريخت يسير في الاتجاه المعاكس حينما يرى أن الدراماتورجيا ينبغي أن تتجه أكثر إلى المخرج وإلى الممثل في علاقته بالجمهور من خلال استحضار مجموعة من المصطلحات كالجستيوس والتباعد وما ذلك مما يرتبط ببناء الوعي. وفي ألمانيا بشكل خاص أصبحنا نستحضر هذا المصطلح مقرونا بثنائية العرض وثنائية النص والعرض وما يلحقهما من تحولات مستمرة يفرضهما السياق الخاص للعرض. وهناك من يستحضر هذا المصطلح بالتركيز على كيفية بناء العرض، ولا يهم المؤلف ولا المخرج، إن بناء العناصر الداخلية للعرض هي التي تحدد المفهوم، هذا المفهوم السينوغرافية. ومن هنا نستحضر طبعا أسماء متعددة كرينهارت، بريت، كورتون غري، بيتر بروك، أريان منوشكين وما إلى ذلك. ولكن الآن أصبحنا نميل مع هذا التطور الكبير لصناعة الفرجة المسرحية، نميل أكثر إلى اعتبار كل الفاعلين في العرض المسرحي يمثلون جزءا من هذه العملية. وأنا أميل إلى اعتبار الدراماتورج هو ذلك الوسيط بين من يكتب النص في صيغته الأولى وبين من يحوله ضمن جملة من الاختيارات الجمالية والفكرية ليصل إلى المتلقي في صيغة معينة. وقد يستمر هذا التحول وصولا إلى المتلقي لندخل عنصر المتفرج باعتباره يقوم بعملية تأويل تلك الاختيارات الجمالية والفكرية حسب تكوينه الثقافي وقدراته الجمالية وموهبته كذلك ومدى امتلاكه لمن يسميه ثقافة التفرج. من هنا تختلف عملية التأويلات، وقد يصل هذا العرض المسرحي بطريقة ما إلى هذا المتلقي بصيغة قد لا تكون على بال المخرج ولا على بال المؤلف ولا على بال حتى متلقي آخر. إذن هي جملة من الاختيارات الجمالية. ومن هنا أعتبر أن الدراماتورج بشكل أو بصفة عامة هو الذي يقوم بالوساطة
بين ما كان عليه العمل قبل أن يصبح فرجة وما صار عليه بعد أن شاهده المتفرج. هذا يعني أننا نلج مجالا لا يرتبط بالدراما بشكل مباشر، لأننا حينما نقوم بعملية الدراماتورجيا فنحن ضمنيا نقوم بعملية مسرحة نصوص قد تكون غير درامية، كأنه مسرح رواية أو قصيدة شعرية أو حكاية أو قصوصة أو ما إلى ذلك، أي أننا نحولها من إبداع لا يملك القدرات الجمالية الأصلية لجعل هذه الفرجة قابلة التأثير جماليا وبشكل درامي في المتلقي، انطلاقا من عملية ما نسميه بالتمسرح لا تياتراليتي، فنحولها من إبداع غير درامي إلى إبداع الدرامي كما هو الحال بالنسبة لكثير من الأعمال في الشرق والغرب، أي أننا نمهد لحضور هذه العناصر الفرجوية التي لم تكن حاضرة بالضرورة في النص الأصلي. والمقاربة الدراماتورجية هي بمثابة عملية تفعيل العناصر القابلة للتمسرح لتصبح مسرحا بالفعل، أي أنها كانت عناصر درامية بالقوة وأصبحت عناصر درامية بالفعل. وهذا ما يجعلنا نقول إن الدراماتورج قد يكون مخرجا، لأنه يعي مهمة الإخراج باعتباره ينقل ذلك النص الذي لم يكن في الأصل مسرحا وينقله إلى فضاء المسرح، لأنه يعي جيدا المكونات التقنية والفنية أو كل ما نسميه بشعرية الفرجة المسرحية ليحقق هذا الذي نسميه بالمتعة. لأننا في كل عمل كيفما كان عمل فني أقصد نبحث عن شيئين أساسيين فيما أتصور: المعرفة ثم الإمتاع. المعرفة لأننا نقدم معلومة معينة، نقدم خطابا معرفيا خطابا فكريا، ثم نقدم هذا الخطاب الذي يشترك فيه جميع الناس، كل الناس يعرفون قضية معينة، ولكن الذي يحول هذه القضية من مستواها أو ما يسميه بالإدراك الأولي الذي هو المعرفة المشتركة بين جميع الناس إلى إدراك جمالي هو هذه الكيفية التي نسمو بها لجعل الناس يتأثرون بها بعدما كانوا قد أدركوها من قبل كما يدركها عامة الناس. إذن فنحن ننتقل من إدراك أول الذي هو إدراك معرفي، ثم نحولها عن طريق آليات هي آليات المبدع نفسه، فنضمنها هذا التصور الفكري الذي نؤمن به الذي هو جزء من إيديولوجيتنا الخاصة أو من موقفنا الخاص، لأننا نقدم رأيا نقدم موقفا في النهاية انطلاقا من هذا الذي نشترك فيه مع كافة الناس. إذن هو شيء مشترك، إدراك عام يجمع الناس، نحوله إلى إدراك ثاني هو الذي نضفي عليه موقفنا الإيديولوجي أو الفكري، إذن نحوله إلى منطقة أخرى هي إدراك الإدراك. ثم في الجانب الفني خاصة في الجانب المسرحي نضيف إدراكا لإدراك الثاني، الإدراك الإدراك للإدراك هو الإدراك الجمالي، أين ننتقل من الإدراك الأول الإدراك المعرفي ثم إلى الإدراك الثاني الذي هو الإدراك الفكري، ثم نصل إلى الإدراك الجمالي حينما نضفي هذا الذي نسميه بشعرية الخطاب على هذا العمل المسرحي الذي كان مشتركا بين جميع الناس.
هذا يعني أن الدراماتورج عليه أن يستوعب هذه الإدراكات الثلاثة، يحقق هذه الشعرية التي هي الأساس في ما يسمى بعملية التأثير في المتلقي. إذن فنحن في العمل الدراماتورجي غالبا ما نحقق حياة لما كان ميتا فوق خطبة المسرح. هذا الذي كان ميت قد يكون قصيدة، قد يكون نصا أدبيا عاديا، فنحييه بشعرية جديدة تحققها هذه العملية الدراماتورجية، لأنها هي التي هي التي تمنحنا الآليات العملية التقنية والفنية للسمو بالنص إلى مستواه الجمالي، يكون فرجة بالفعل يستمتع بها المتلقي، أي هو عبور كما أسميه، هو عبور من الأثر الأدبي أو قد يكون من الأثر الفني إذا كان النص مسرحيا ونقوم بعملية كما هو الحال بالعملية الدراماتيرجية، كما هو الحال بالنسبة لعملية الاقتباس والإعداد وما إلى ذلك. ولكن حين نكون بصدد نصوص أخرى غير دمية، نقوم بعبور من الأثر الأدبي إلى الأثر الجمالي البصري والحركي فوق خشبات المسرح. وهنا تحضر عملية السمياءة لأننا في العملية خاصة في المقاربة الدراماتورجية نكون مضطرين إلى استحضار هذه السمياءة، لأننا نتعامل بالعلامات، لأننا لا نعيد ما كان مكتوب، لا نستحضر ما كان مكتوب باعتباره نصا أدبيا كما كان في الأصل، وإنما نجعله يحيا حياة متحولة، أقول حياة متحولة في سياق خاص، حتى إذا تغير السياق يحيا ذلك الأثر حياة جديدة. وبهذا نقول دائما إن الفعل السيميائي هو بمثابة حياة للعلامات، وليست بمثابة فقط استحضارا إيقوني للعلامة، إنما هو إحياء للعلامة في سياق خاص، لأن كل عنصر من العناصر التي وظفناها في هذه العملية الجديدة بعد أن قمنا بعملية الدراماتورجية ستكون بمثابة لغة يمكن أن نقرأها ضمن علاقتها بلغة أخرى في سياق خاص. هذا هو الشق الأول في هذه العملية، عملية الدراماتورجية. ولكن الأساس أننا غالبا ما نستحضر هذه المقاربات الدراماتورجية في بعض المجالات الخاصة، لا سيما في الجوانب التعليمية، أي حينما نكون بصدد قراءة نص مسرحي باعتباره نصا أدبيا، أي حينما نتعامل مع نص مسرحي لم يعرف فوق خشبة المسرح، لا سيما في المدارس وفي الثانويات وفي الجامعات وما إلى ذلك. كيف نجعل طلابنا والمتلقي بصفة عامة يستوعب البعد الفرجاوي انطلاقا من نص مكتوب؟ أي كيف نحول هذا النص الذي هو نص مسرحي بالقوة إلى عرض مسرحي بالفعل ولو على مستوى التخيل، لأننا لن نقدمه فوق خشبة، ولكننا نساعد الطلاب على استحضار الفضاء البصري والحركي لما يمكن أن يكون عليه العرض المسرحي، كأننا نستشرف العرض المسرحي انطلاقا من نص أدبي غير معروض أي غير تطبيقي. هذه عمليات تساعدنا وتسعفنا فيها ما أسميه بهذه المقاربة الدراماتورجية. ونحن في هذا الصدد لابد من أن نستحضر مجموعة من الخطوات. الخطوة الأولى التي يمكن أن نستحضرها هنا هي أننا نستعين بما
يسمى بالعتبات. العتبات هي كل القرائن اللفظية أو المعنوية التي تساعدنا على تحقيق هذا البعد الفرجاوي عند المتلقي ولو بشكل تخيلي، أي أن نمهد له كيف يتصور أو كيف يمكن أن يتصور هذا العرض انطلاقا من العتبات. والعتبات كما تعرفون منها ما هو بصري كالخطوط والأغلفة والألوان والتصاميم التي نصمم بها كتبنا أو نصوصنا المسرحية، فأحيانا تكون وظيفية للتعبير على ما في داخلي أو تعكس ما هو أو تعكس أو تلخص العرض المسرحي برمته، لأننا لا نختار العناوين هكذا عبثا، وإنما العناوين قد تكون دالة بشكل أو بآخر على هذا الذي يلخص العمل المسرحي. كذلك المؤلف ينبغي أن نستحضره باعتباره قرينة، قرينة معنوية، لأننا حينما نستحضر مثلا موليير فالخلفية المرجعية الفكرية أو الجمالية لموليير تعيدنا مباشرة إلى هذا الخط الذي كان يبدع فيه موليير وهو الكوميديا الفرنسية. إذن مباشرة حينما نستحضر شكسبير مثلا نستحضر معه الخلفية الفكرية والجمالية، حينما نستحضر سعد الله النوس نستحضر كذلك الخلفية الفكرية والجمالية، حينما نستحضر أي كاتب فنحن نستحضره بحمولته الفكرية والجمالية، أي أن هذه الحمولة تصبح قرينة تساعدنا على الأقل على اختيار التوجه الذي نوجه إليه طلابنا أو قراءنا أو المتلقي ليساعده على فهم السياق الذي ينبغي أن نضع فيه هذا العمل المسرحي. هل هو كوميدي تراجيدي كوميدي تراجيدية؟ كذلك هناك بعض القرائن مثلا نقول في النص المسرحي نجد مسرحية تاريخية أو مسرحية موجهة للأطفال أو مسرحية للشبان إلى آخره أو مسرحية نسائية، هذه قرينة لفظية نعتبرها عتبة لأنها ستساعد وتمهد لنا التصور الجمالي أو الفكري لكيفية بناء العرض، رغم أنها في الأصل كتابة أدبية ولكنها قرينة إما لفظية وإما معنوية. كذلك المؤلف لأن له خطا، حينما مثلا نستحضر أدري قلت الكريم برشيد مثلا نحن نستحضر معهم مسرح الاحتفالي، أي أن نقول إن هذا النص ممكن أو على الأقل ينبغي أن يكون ميالا إلى أو ممكن أن يكون ميالا إلى الاحتفالية، لأن هذه القرائن كما قلت لا توضع عبثا وإنما هي قرائن تساعدنا على فهم ما يمكن أن نسير فيه من حيث التركيب الجمالي أو من حيث كذلك التركيب الفن. كذلك المسألة الثانية إلى جانب وهي قرائن متعددة، أنا استحضرت فقط بعض القرائن، قد يكون الغلاف كما قلت، قد تكون كذلك قرائن واضحة كالتقديمات والمقدمات. التقديم هو ذلك الكلام المدخل أو التمهيد الذي يضعه شخص آخر للنص المسرحي، لا شك في أن هذا التقديم سيقدم إضاءات حول هذا العمل المسرحي، إذن فنحن سنستعين بتلك الإضاءات لفائدة ما يمكن أن يكون عليه العمل، هذا العمل الأدبي لنحوله إلى عمل فني. كذلك يمكن أن نستعين بما مهد به المؤلف نفسه حين يقدم لعمله المسرحي، قد يكون في ذلك التقديم ما قد يسعفنا في تصور العرض المسرحي قبل أن يقدم خشبة المسرح، ولكن يكون مسعفا لنا ولمن يقرأ هذا النص لفهم على الأقل السياق الجمالي كما قلت والسياق الفكري، أما السياق المعرفة سيظل حاضرا، طبعا يظل حاضرا باعتباره نصا متشذرا متعددا، لأن كل قارئ سيؤوله حسب قدراته فيما
يؤوله إلى آخره. المسألة الثالثة هي المرتبطة بما نسميه بالديداسكالي. ديداسكالي وهي كل إرشادات المسرحية. الإرشادات المسرحية وهي ذلك الكلام المعروف تعرفون جميعا، الكلام الذي نضعه بين قوسين ليكون بمثابة توجيه أو خطة طريق. خطة طريق تسعف المخرج بالأساس وتسعف القراء لفهم السياقات التي ينبغي أن نضع فيها النص المسرحي قبل أن يتحول إلى فرجة مسرحية. هذه الإرشادات أكيد أنها هي الجوهر في عملية تحويل أو عملية تحول النص باعتباره أثرا أدبيا إلى مرحلة كونه أثرا فرجويا بصريا أو حركيا، لأن في هذه الإرشادات نعثر على الفضاء، كيف يمكن أن يكون الفضاء، وينبغي هنا أن نميز بين الفضاء الروحي وبين الفضاء الدرامي، لأن صاحب النص قد يضع تحديدا للفضاء الدرامي وقد يضع تحديدا للفضاء الروحي. الفضاء الروحي هو ذلك المكان الذي نقدم فيه العرض المسرحي، خشبة إيطالية، خشبة مفتوحة، فضاء مفتوح، خشبة عصرية إلى آخره. أما الفضاء الدرامي فهو المكان أو الفضاء الذي تدور فيه أحداث الحكاية في النص الأصلي. كما أن في هذه الإرشادات نتعرف إلى الزمن، زمن ليل، زمن قديم، حديث، صباح، مساء إلى آخره، وكذلك بعض الجوانب، نعم، بعض الجوانب التقنية فيما يخص الإدارة، الإضاءة والإكسسوارات والملابس، لأن هذه العناصر التي تبدو ثانوية كاللباس مثلا إلى آخره هي مهمة جدا، لأننا لا يمكن مثلا أن حينما نكون أتحدث عن النص المسرحي لا يمكن أن نفهم حتى زمن العرض المسرحي في غياب نوعية الأزياء. مثلا حينما نقول استؤدري طرابيش أو نقول بلغة أو نقول عصري أو قبعة أو قبعة. أو نقول كذا وكذا، فإن الملابس علامة، فإن الملابس علامة ينبغي أن نستحضرها. عفوا هل ينبغي أن نستحضرها حينما نستحضرها باعتبارها علامات دالة تساعدنا على معرفة هيئة أو المستوى الاجتماعي أو المستوى الثقافي أو تاريخ أو زمن الشخصية. إذن هذه أمور. كذلك بدل هذه الإرشادات التي تعرفونها جيدا نكون مطالبين باستحضار ما يسميه بالخطاب، الديسكور، أي كل المكونات التقنية والفنية واللغوية والأسلوبية للنص. هذا هو الخطاب. دكتور رمضاني، ما يساعد دكتور رمضاني، نعم. لو سمحت الوقت يداهمنا، نعم. ولدينا بعدك، نعم. أكثر من متداخل ومشارك، لذلك نكتفي بهذا القدر مع حضرتكم، وربما، نعم. الأسئلة التي، نعم. ستثار حول هذا، نعم. الموضوع ستغني كثيرا الموضوع من جوانب أخرى. عفوا، أرجو أن يكون الصوت واضحا. عفوا، وصل الصوت ووصلت الأفكار الجميلة التي قدمتها حول الدراماتورجية وكيفية تفعيلها والحصول على أفضل ما يمكن من جماليات العرض المسرحي. كما يا دكتور نلفت انتباه الأصدقاء، نحن بعد حوالي يعني الساعة 9 بتوقيت باريس، يعني بعد ساعتين بالضبط سنكون مع الندوة التالية، يعني في عندنا ندوة أخرى ستكون بعد ساعتين بالضبط من الآن. طبعا الوقت مهم جدا، وأرجو من الأخوة الآخرين الذين سيقدمون أوراقهم
الالتزام بالوقت المحدد، ونحن أخبرناهم أن لديهم من 15 دقيقة إلى 20 دقيقة لتكثيف الأفكار التي تتضمنها أوراقهم، كي نتيح الوقت للأسئلة والمداخلات التي يتقدم بها الأساتذة الحضور معنا. الآن قبل أن نفتح باب الحوار مع الدكتور رمضاني، أقترح أن نكمل مع الأستاذة أسماء طرابلسي ثم نفتح باب الحوار لنستثمر الوقت كاملا، وأرجو من الأستاذة أسماء طرابلسي أن تلتزم بالوقت وتكثف أفكارها لنا. طبعا الأستاذة أسماء طرابلسي من تونس، هي خريجة المعهد العالي للصحافة وعلوم الأخبار، كاتبة وصحفية وصحفية متمرسة وناقدة، لها عديد الأبحاث في مجال الإعلام الحديث والوسائل الاتصالية في التلفزيون والمسرح، شاركت في عديد الملتقيات العلمية والثقافية، نشرت مقالاتها الكثيرة في المجلات والصحف التونسية والعربية والدولية. طبعا لها مساهمات في النقد المسرحي والرؤى الفلسفية والأساليب الجديدة للخطاب. أنجزت كتابا عن كيفية إنشاء منصة إلكترونية للإنتاج الإعلامي وفق مقاربة الكيروس ميديا بالتعاون مع مؤسسة مدينة الثقافة بتونس. طبعا عنوان أو المحور التي ستقدمه لنا الأستاذة أسماء طرابلسي أيضا يرتبط بالدراماتورجيا، من ورق المؤلف إلى منصة الإخراج. أترك الحديث إلى الأستاذة أسماء طرابلسي فلتتفضل. مشكور، شكرا أستاذ ودكتور حسين على هذا التقديم. مشكور أستاذة أسماء، فقط صورتك لا تظهر، إذا كان في إشكالية فنية. نعم أظن ذلك، أنا هنالك مشكلة. إذا صوتك واضح، تفضلي. جيد، أريد أن أرحب مرة ثانية بالمختصين والدكاترة الموجودين معنا على هذه المنصة. مشكور أستاذ حسين على هذه المبادرة وعلى هذه التشكيلة الحلوة. شكرا أيضا دكتور رمضاني، الذي في الحقيقة يعني لن أكثر في لن أزيد على ما قاله، سأحاول أن أقدم ورقتي بإيجاز، ورقتي حول الدراماتولوجيا من ورق المؤلف إلى منصة الإخراج، الفاعلين والوسائط الأدائية. طبعا نحن كما نعرف أن الخطاب المسرحي المتجسد هو قائم بالأساس على عملية مسرحة النصوص، وهو قائم على عملية التأريخ، يعني تأريخ اللحظة، إما اللحظة المستجدة أو قائم على البناء المرجعي على أساس الصياغة اللغوية في التعبير، الإجراءات الصوتية الحركية الأسلوبية، والتي تعمل بالأساس في بناء البنية السردية الخطية، خطية كانت أو استرجاعية، قائمة على مبدأ الفلاش باك، وذلك يعني هدف الإثراء الدلالي لإضافة المعنى الدلالي والجمالي للنص. في الحقيقة هنالك اختلاف بين ما هو نص يعني قائم، يعني نص مكتوب للرواية، نص تخيلي بالأساس، والنص التجسيدي المسرحي الممسرح. لذلك كف المسرح عن كونه يعني لغة رومانسية محضة ونخبوي، يعني نخبوي بريختي كما نعرف، القائم على فردانية فلسفة يعني أرسطو وأحادية الركح المحافظ، بل تجاوز ذلك وتمرد على الآليات التقليدية الخالية، يعني قد تكون خالية من الإبداع التقني، من الجرأة الدلالية، جرأة الطرح، تجاوز ذلك إلى حد البناء النقدي، صار حمالاً لقضايا إنسانية معاصرة، صار هنالك جرأة يعني في طرح الشخوص والشخصيات، ولنا أمثلة عديدة يعني سواء في المسرح العالمي أو المسرح العربي، وحتى
في المسرح التونسي. لذلك صارت القضية قضية تتجاوز المبنى حتى تصل إلى المعنى. أيضاً البناء السردي يكون مبني على حكاية، فكرة، قضية ما تساعد على تصاعد الحس الفاجعة والمأساوية في أركان السيناريو، وذلك بدعوى خلق تفاعلية بين الشخوص يصبو إليها المؤلف لتعميق حدة التراجيديا والعقدة البنائية المحبوكة بين العناصر السينوغرافية التفاعلية على خشبات المسرح، فتصير هنالك علاقة تفاعلية بين المتفرجين فيكسر جدار الصمت مع بقية العناصر. كذلك مثلا لو لاحظنا في النموذج المونودرامي التونسي مثلا، يعني الأسماء كثيرة والشخصيات كثيرة في المونودراما، لعل أبرزها لمين النهدي أو وجيه الجندوبي في الوجه النسائي، كثروا مع الزمكانية ومع وحدة يعني وحدة النص حتى توغلوا في تعددية النصوص، وحتى يعني صار هنالك إباحة درامية ومنطقا آخر للتوظيف في زمن الدلالي، واستحضار أيضا زمن أحيانا قد يكون عجائبي فانتازي أسطوري، يعني ساخر بعض الشيء قد تكون يعني الطرح الدرامي أحيانا في شكل كوميديا سوداء يحاول أن يكسر مع هذا الركود والملل الروتيني الذي تعودنا عليه في بعض الشخص يعني المسرحيات الرومانسية أو الكوميدية أو حتى التراجيدية، وذلك من خلال العناية بلغة الجسد والإيماءات والسيمولوجيا ونص الحوار خاصة سواء كان جماعيا أو حتى في المونودراما. قد يخرج الممثل أحيانا عن النص فيصير ارتجالا، وذلك طبعا حسب التجربة الوجودية والمعيشية التي يعيشها يعني المجتمع ما، يعني حسب الجمهور المستهدف، وتختلف طبعا. قد مثلا قد يدور العرض عرض واحد لمسرح لممثل واحد ومسرحية واحدة في أكثر من بلد، لكن نص الخطاب يتغير حسب ثقافة البلد، حسب تقنيات الإضحاك، حسب تقنيات المونودراما. لذلك يعني تكون المرجعيات الفلسفية والأيديولوجية نفاذة وبناء في شخوص العرض. أيضا تكون عملية الإخبار السردي قائمة على الجانب العاطفي، العلمي، التاريخي، ذلك بأسلوب فني وإيقاعي شاعري تؤثثه حيل سينوغرافية، مثلا بتعمل مكياج معين، ملابس، ديكور ومكملات ضوئية، مؤثرات صوتية، تخلق تفاصيل زمكانية وجو للعرض يعني مميز، تضفي له خصوصية وتفرد في العلامة والدلالة وبناء الصورة في المسار التصويري للأحداث، وذلك يشكل العرض الفرجوي متكامل العناصر. كل هذه العناصر طبعا هنالك مخرج يعني يقوم بإدارة هذه العناصر التقنية ويحاول أن يقوم بعملية النظم بيانا وتبيينا بين ما هو تقني وما هو دلالي حتى تصل الفكرة كاملة وتكون الفكرة رمزية حاملة لقضية ما، إما تكون ثائرة يعني على الواقعية أو حتى يعني ناقلة لها بأسلوب تعبيري إما ملحمي أو يعني يمكن أن نذكر المسرح الفقير
غورتوفسكي أو المسرح القائم على الكوميديا السوداء التي تستغل طبعا على توالد الأفكار بين المحسوس والمجرد، المقدس والمدنس، فتتوالد بذلك مشاركة تفاعلية بين الظروف والمتغيرات في هذا البناء، في بناء النص طبعا الموجه إما للإنتاج الفيلمي التصويري. كما نعلم أن هنالك العديد من الروايات التي كتبت وكتب كتبت فجسدت وصارت يعني ممسرحة من ورق المؤلف إلى التجسيد على الركح أو على معناها شريط فيلمي أو مسلسل أو غيره. لذلك أريد أن أبرز أن مفهوم الكتابة الجماعية المسرحية قد تغير وثار على ما هو تقليدي، صارت الكتابة يعني مشتركة جماعية. لو ندخل إلى كوزين انترن، يعني لو ندخل إلى كواليس العرض ونرى كيف تتم عملية الكتابة، ستكون يعني كتابة يعني قائمة على التفاعلية بين المخرج والممثل والمنتج، عملية بناء عضوي، بناء خطوة بخطوة. هنالك انتهاج يعني نظرية المرحلة يعني في البناء والتمشي. مثلا لو أردنا أن نلقي يعني الضوء على، مثلا لو أخذنا المسرح التونسي على وجه الخصوص وألقينا نظرة على بداياته منذ الستينات، لرأينا يعني الكثير من الأسماء العظام مثل عز الدين قرويشي، مصطفى الفارسي، لحبيب العريس، عز الدين مدني، تيجان الزليلة، كلهم يعني سأسهموا في تأسيس اللبنة الأولى للمسرح التونسي. حاولوا أن أستاذ أسماء، أستاذ أسماء دكتور يبدو فقدنا الاتصال مع الأستاذ أسماء. الصوت يا دكتور، الصوت من خلال ما سمعناه عبر هاتين الورقتين التي تقدم بها الدكتور الأستاذ مصطفى رمضاني والأستاذة أسماء طرابلسي من تونس، نستطيع أن نجد قاسما مشتركا يجمع بين هاتين الورقتين فيما يتعلق بالبعد الدرامي وأهميته في تحولات النص من خلال عملية الإخراج ومنظوماته التي تحيل النص إلى أشكال فرجوية متنوعة من خلال إدارة هذه العناصر التقنية والدلالية لتجسيد منظومة الخطاب بمعاني وتأويلات ينتجها المتلقي أو القارئ. لا أريد أن أضيف كثيرا على ما تقدم به الأساتذة، ولكن ربما الأسئلة ستضيف وتضيء جوانب ربما لم نعرفها، أو ربما تشير إلى الأساتذة المشاركين في هذه الأوراق إلى إضاءة هذه الأسئلة بأجوبة وبإضافات وتداخلات. الآن أبدأ مع الأستاذ صبري يوسف. صبري وبعده أنا، يعني نسامحك يا دكتور. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يجي يأتيك الدور يا أستاذ حميد. لا لا خلاص، صبري هو يعني. ولكن مثل ما ذكرت في بداية الحديث، أرجو الالتزام بالوقت المتاح. شكرا لكم. شكرا تفضل. بداية أنا كنت متمتع جدا بمداخلة وقراءة ورقة الناقد المغربي الدكتور مصطفى رمضاني فيما يخص هذا الجانب العام في المسرح،
وكذلك استكمالا لمداخلتي جاءت الأستاذة أسماء طرابلسي تناولت نفس الموضوع، وسؤالي حول موضوع الدراماتورجيا ركز كلا الناقدين على أن النص المستمد من المسرح، نص مسرحي ونص أدبي ونص شعري ونص قصصي ونص روائي، عندما يتم تحويله إلى خشبة المسرح يكون نصا موجود بالفعل إلى نص موجود على خشبة المسرح، أو نص موجود على الورق ثم يتحول نص على المسرح، ويمر بعدة مراحل وتغيرات. سؤالي الموجه إلى كلا الناقدين وإليك وإلى المستمعين هو: هل يتم التنسيق بين المؤلف، مؤلف النص، والمخرج دراماتورجي، أو المخرج الذي يقوم بتحويل هذا النص الأدبي أو النص الموجود على ورق إلى النص على خشبة المسرح، لأنه يتغير مما هو إلى شيء آخر، وهو أشبه ما يكون بإبداع جديد. يعني المخرج يقوم بدور نص جديد مستوحى من النص الأولي. فسؤالي جدا أراه مهم: هل يستطيع المبدع الجديد الدراماتورجي أن يحول النص الأدبي إلى نص يوازي النص على خشبة المسرح؟ وإذا كان المؤلف ميتا أو راحلا أو غير قابل للتواصل معه، كيف نجد صيغة موائمة لأن نعطي حق المؤلف الأول وحق المخرج الثاني على خشبة المسرح؟ وشكرا. شكرا للأستاذ صبري على هذا السؤال المنطقي، بحيث هل يأخذ المخرج الحيز الكبير ويترك الآخرين الذين شاركوا في صناعة هذه الرسالة، المؤلف، المصمم، الممثل، الإداء، الممثل أيضا، الدراماتورج، صح، المتلقي، هل يكون الدراماتورج أيضا حول هذا؟ الأستاذ رمضاني معنا؟ نعم، سمعت إلى السؤال الذي تفضل به الأستاذ صبري يوسف؟ عفوا، يعني لم أسمع السؤال جيدا، ولكن فهمت المعنى. ممكن أعيده، ممكن ممكن نعيده إليك باختصار. فهمت صبري، فهمت، ممكن تعيد السؤال. فهمت المعنى بصفة عامة. أنا أتحدث عن مهمة الدراماتورج ولا أتحدث عن مهمة المخرج. مهمة الدراماتورج ليس مطالبا بأن يعود إلى الكاتب الأصلي. الدراماتورج يكون بمثابة وسيط، لأنه بين النص الأصلي وبين النص الذي سيقدم فوق خشبة المسرح، بمعنى أن الدراماتورج هو الذي يبحث عن العناصر الدرامية في نص غير درامي أصلا. ليس من الضروري أن نعود إلى الشاعر لأقول له سأفعل كذا وكذا وكذا، إنما الدراماتورج هو الذي يقوم بمهمة جديدة، مهمة جديدة قد تعتمد على فكرة أو على قضايا فقط في النص الأصلي، وليس من الضروري أن يحافظ على كل ما جاء في النص الأصلي. ولذلك نجد أن بعض الدراماتورجيين يحورون النصوص الأصلية تماماً، أي أنه يقدمون نصوصاً حينما فوق نصوص، يقدمون أعمال جديدة فوق خشبة المسرح انطلاقاً من نصوص لا يمكن أن تقول إن هذه هي الأصول النصوص الأصلية. الدراماتورج هو بمثابة مبدع جديد، نعم، بإمكانه أن يعود إلى المؤلف، إلى النص، إلى كاتب النص الأصلي إن شاء، ولكن مهمته تقتضي أن يقدم إضافات ستكون بمثابة معين للمخرج وللتقنيين، وليس من الضروري أن يحافظ على النص كما هو أو أن يعود إلى كاتب النص الأصلي. الذي يعود إلى الكاتب هو المخرج، المخرج هو الذي يعود إلى الكاتب. أما الدراماتورج فيقوم بمهمة وساطة، يقوم بمهمة وساطة، يأخذ نصا يكون غير مسرح ولكن يعتقد أن فيه عناصر تمسرح، عناصر تمسرح، يقدم نصا جديدا
إلى المخرج، والمخرج بإمكانه أن يعود إلى المؤلف الأصلي إنشاء يقول أنا اعتمدت تونساكا الذي قدمه لي الدراماتورج فلان الفلاني. إذن هذه عملية جديدة لا علاقة، يعني ليست هي نفسها عملية الإخراج، رغم أنه في أوروبا هناك مثلا في إنجلترا وفي ألمانيا هناك من يسمي المخرج بالدراماتورج، وهناك كذلك من يسمي المؤلف بالدراماتورج، ولكن أنا أعتقد أن لا المؤلف ولا المخرج يسمى يعني بالدراماتورج. الدراماتورج هو شخص ثالث يعرف يعي جيدا مهمة التأليف كما يعي جيدا مهمة الإخراج، هو مطلع على خصوصية الكتابة الدرامية ولكنه كذلك مطلع على آليات الإخراج والتقنيات والجماليات والمدارس وما إلى ذلك. إذن هو يشترط فيه أن يكون أديبا وجماليا فنيا وتقنيا كذلك، هذا هو الدراماتورج. نعم شكرا أستاذ رمضاني، ولكن أيضا يثار سؤال، لو عملنا مقاربة بين السينما والمسرح، هل أن دور الدراماتورج يقترب من دور السيناريست في السينما؟ تقريبا لا، السيناريست السيناريست هذا مرتبط بالسينما، هو الذي يحدد ما نسميه بالبلاتو، يعتمد على يكتب ما يسمى بالسينوبسيس حكاية قصة وما إلى ذلك، ثم يقسم الحوارات على الشخصيات، ثم يحدد الفضاء، هو فضاء داخلي هو فضاء خارجي، مثلا في السينما نقول هذا فضاء داخلي فضاء خارجي، حتى يأتي الكاميرامان المصور فيلجأ مباشرة إلى الفضاء الذي يقترحه السيناريست فيتجه إلى الفضاء الخارجي أو إلى الفضاء، بمعنى أن السيناريست هو الذي يفصل الحكاية، يفصلها على الشخصيات، تكون الحكاية موجودة ويقوم بكتابة نصوص، يكتب حوارات على لسان الشخصيات في إطار أفضية معينة، هي كما قلت فضاء داخلي أو فضاء خارجي، ولكن وفق ذلك تقنية جديدة خاصة بالسينما، ولكن لا بد من سينوبسيس أي ما يسمى بالحكاية الأصلية، لكن يقدمها دائما في صورة الغائب، في حين أن في المسرح دائما يكون في صورة الحاضر، أي يكون حوار مباشر، فالذي في السينما المخرج هو الذي يحيي ذلك الحوار على لسان الشخصية، في حين أن الشخصية في المسرح تكون حية تباشر الحوار مباشرة مع الجمهور، وأحيانا يكون هناك ارتجال، يعني يمكن أن يضفي حيوية مباشرة أثناء العرض المسرحي، ولذلك نقول كل عرض مسرحي هو عمل متلاشي، عمل ستونافر إفمار، يعني هو عمل ينتهي بنهاية العرض المسرحي، كل حركة كل حدث ستنكت إفمار، يعني هو حدث نقوم به في لحظته في زمنه في وقته في مكانه، حتى إذا شئنا أن نقدم العرض نفسه غدا فإننا لن نقدم نفس الحركة بنفس الصوت وبنفس الإشارة، لأنه عمل متلاشي قدمناه في لحظة زمنية في مكان معين، ولا يمكن أن لأننا لا نستحم في النهر مرتين، خلافا للسينما نشاهد نفس اللقطة نفس الحوار بنفس الأحداث وبنفس الملابس وما إلى ذلك، هو فعل متلاشي في المسرح وثابت في السيناريو الذي هو كتابة خاصة بالسينما، هي كتابة ميتة ثابتة جامدة، في حين أنه في المسرح كتابة متحولة متغيرة متلاشية، هذا هو الفرق الأساسي. نعم سيدي.
شكرا شكرا استاذ رمضاني. والان اترك الحديث للاستاذ حميد عقبي، تفضل. لحظه فقط دكتور، ما ميرسي بوكو. انا بالحقيقه استاذ العزيز دكتور رمضاني، انت اثرت الكثير من القضايا، والقضايا المهمه جدا اليوم حول هذا الموضوع الهام. لدي بعض الاسئله، ربما في بعض الاسئله انت اشرت اليها او بعض الاضاءات، ولكن اعيد الاسئله باختصار. هل يمكن الجمع بين التأليف والدراماتورج والإخراج؟ هذا سؤال، لأن في البعض يجمع كل شيء ويريد توظيف كل شيء، هل يستطيع عندما نجمع هذه في سلة واحدة وفي شخصية واحدة يعني ولا نتيح الفرصة لآخرين؟ هل ممكن أن يكون هؤلاء أو هذا العمل الذي ينتج بهذه الطريقة عملا سليما؟ السؤال الثاني، التصوير للأحداث، الوصف للبناء للعرض، الوصف لحركة الممثل وما يجب أن يعملها، هل الكاتب بالمسرحي ملزم بهذه الأشياء، أم أن الكاتب يقول أنا سأبني نصا وسأكتب نصا وسأدع ذلك للدراماتوري؟ مع الأسف وصلني الصوت بشكل غير واضح، ولكن جملة أقول، إن الدراماتورج ربما للأستاذة أسماء، ربما للأستاذة أسماء سأسأل أيضا، يعني ما هو الدور المطلوب من المؤلف بالضبط؟ يعني إحنا كمؤلف أو ككاتب، يعني ما هو الدور المطلوب، وهل يمكن أن يكون هناك يعني نصا خاصا للقراءة فيه متعة قرائية فقط؟ تفضل. ما سمعت السؤال، يعني عفوا ما اعذروني لان الصوت لا يسولني. فقط اقول ان الدراماتورج مساعد لمن يقرا النص الادبي. الدراماتورج خاصه في حينما نكون في سياق الدراسات الجامعيه او دراسات في الدراسات التعليميه التي نقرا فيها النصوص، ولا تكون لنا هناك إمكانية عرض هذه النصوص فوق خشبة المسرح، فنعوض هذا العرض المسرحي بعرض مفتعل، عرض متخيل، أي نقدم عرضا بالقوة وليس عرضا بالفعل، وهذا ما يقوم به الدراماتورج. ولكن مع ذلك فللنص المسرحي شعريته، يمكن أن نحلل النصوص المسرحية كما قلت، وهذا هو الشق الثالث الذي كنت سأتحدث عنه، لأن فيه لغة، أسلوب، بلاغة شعرية خاصة، إذن ينبغي أن نستحضر هذه الشعرية لنبحث عن إمكانية تصور العرض المسرحي انطلاقا من هذه الشعرية الداخلية. ولكن مع ذلك فلا شيء يعوض العرض المسرحي مشهديا وبصريا وحركيا، للنص المسرحي شعريته، ولكن الشعرية الفرجوية أرقى فيما أتصور، لأنها تضيف إلى النص الأدبي لغات ومساحات من التعبير فيما يخص البصري، فيما يخص الحركي، فيما يخص حتى الصوت. إن كما يقول النفاري، كلما ذاقت العبارة اتسعت الإشارة. أحيانا يكون الصمت أبلغ من الإشارة ومن اللغة نفسها. وهنا نستحضر مسرح الميم أو البانتوميم، وهنا كنت قد تحدثت عن بلاغة الجسد، الكوريغرافي، يعني كيف أن خاصة هذا في الثقافة الشرقية، وهذا ما استحضره بريخت وأرتو وغوردن غريغ حينما رحلوا إلى بعض دول الأسيوية أو جنوب إفريقيا وأمريكا الجنوبية، انبهروا بما شاهدوا من تعبير جسدي قادر على أن يعوض البلاغة الشفوية أو الثرثرة الشفوية كما يسمى، ثرثرة خاصة في المسرح الإنجليزي والمسرح الهولندي والمسرح الفرنسي، لأنه مسرح يعتمد على الكلام أكثر، في حين أن المسرح الأسيوي والجنوب إفريقي يعتمد على الماسك، على الأقنعة، وعلى التعبير الإيماعي على الجسد، وعلى الإيماء، وعلى بلاغة الصمت، وعلى مثلا في الهند على بلاغة العيون وإيماءات الأيادي والأطراف كما نجد في الرقص الهندي. هذه بلاغة وشعرية جديدة قد تعوض ما هو مدخم في الثقافة الغربية
خاصة في أوروبا الغربية، لأنها ثقافة الكلام، ونحن نعبر في آسيا وفي الشرق وفي جنوب أفريقيا وجنوب أمريكا، نعبر بالجسد وبالماسك بالأقنعة وبالإيماء في آسيا بشكل خاص. هي نصوص ينبغي أن نستحضرها ونحن نتعامل مع الدراماتورجيا، لأن النص الأدبي قد لا يستحضر كل هذه المعطيات، ولكن الدراماتورج يمكنه أن يعين. لأن أقول الدراماتورج هو وسيط، هو فقط وسيط بين الأثر الأدبي والفعل الفرجاوي، هو وسيط يساعدنا على تحقق البعد الفرجاوي فيما لم يكن فرجاوي بالأساس. هذا هو الأساس في المقاربة تقريبا. وصلت الفكرة يا دكتور. اقترحنا على الدكتور حسين إذا أمكن. لحظة فقط يا دكتور مجيد، أنا اقترح على الدكتور حسين إذا أمكن تسمحوا لي. لا فقط رفع اليد، الدكتور حسين يدير اللقاء. دكتور حسين أنا اقترح عليك أن تشوف وجهات نظر. عندنا نزار عليك شو قد كتب، والأستاذ طبعاً مجيد الجبوري طبعاً. معنا أيضا الدكتور جبار خماط، ربما أيضا الدكتورة ذكرى لديها ما تقول. فتفضل دكتور، معنا بحدود 20 إلى 25 دقيقة لننهي هذا اللقاء. نعم دكتور حسين إذا تسمح، يعني أنا من زمان طلبت مداخلة إذا أمكن بدقيقة واحدة إن شاء الله ما أطول وياكم. تفضل أي. دكتور مجيد، أنا أعتقد أن خلاصة ما قالوا الأساتذة الأفاضل وكان ثرا بالتأكيد، أن الدراماتورج هو يأخذ دور، إذا صح التعبير، المستشار الدرامي بين مبدع النص الأدبي غير الممسرح وبين مبدع نص العرض الممسرح اللي هو المخرج. فلذلك الدراماتورج لا يمكن أن يكون بديلاً لا عن المؤلف المبدع الأدبي ولا عن المخرج، وإنما هو المستشار الذي يحاول أن يفتح آفاق نحو فضاءات المسرح وتقنياته. شكراً جزيلاً. شكراً دكتور حميد. وأحاول أن دكتور مجيد أمر على الأساتذة الآخرين. يعني الأستاذ نزار الكشو، نتمنى أن تكون قد تحسنت كثيرا هذه الأيام وعدت إلينا بطاقتك الجديدة. الحمد لله. شكرا جزيلا لكل والله نزل عنك كثير يا دكتور نزار. أنا كل يوم أكتب لك شلونك أخبارك. الحمد لله تحسننا كثيرا. فقط أنا حبيت نقدم تحية كبرى لكل الأصدقاء، وأخص بالذكر الأستاذ مصطفى وعلى هذه المداخلة القيمة، كذلك الأستاذ أسمى. فقط لي بعض التساؤلات في شكل يعني بشكل منتشر هكذا، وأنا منتشي معكم أستاذ نزار. بس ربما هو لا يسمع الصوت بشكل جيد، فربما تدخل أيضا في مداخلات أسئلة وأنت رد عليها. أنت أيضا باعتبارك رجل مسرحي ورجل الشارع، يعني فنستفيد أيضا من وجودك معنا. أكيد جدا. أنا في الحقيقة سعدت بهذا التقديم الجيد الذي قام به الأستاذ مصطفى الرمضاني، والذي مسك العصا من منسكها كما يقال، ولكن أردت أن أستوضح الأمر أكثر. هل أن الدراماتورج وهذا الكائن السحري الذي يحول اللفظ إلى فعل، يحول النص إلى حركة، هذا السحري ألا ترى معي أنه قريب إلى التقني، قريب إلى ذلك الممارس الميداني، بمعنى آخر أن يكون مخرجا أو معدا للممثلين أو ممثلا، ولكن له مهارات الكتابة وله ثقافة واسعة، وكأننا نبحث عن هذا الوسيط الذي لا يقوم بالوساطة كالوكالة، أنه يمرر شيئا لشيء وت
تمر النصوص من نصه الأدبي أو من نصه الأدبي إلى العرض الذي ننتظره. فأنا حسب اعتقادي مهمة الدراماتورج أعمق بكثير، عليه أن يتمرس الفعل، أن يمارس المسرح ويدخل في كامل العملية المسرحية حتى يفهمها، هذا من جهة. ومن جهة ثانية عليه أيضا أن يدخل عالم الكتابة، إن كان جاء من الكتابة أو دخل إليها بعد مدة، عليه أن ينتبه إلى هذين الجزئين، لأنه لا هو ليس بوسيط فقط أستاذ، ولكن هو وسيط بأكثر من مهارة، لأن كلمة وسيط يمكن أن تحجب قيمة الدراماتورج الذي نريد. الآن ضروري على هذا الدراماتورج أن يحول اللفظ الذي كتبه كاتب كبير، يحوله إلى علامات، والسمية التي كنت بصدد القول عنها وعلم العلامة ورصد الصمت ورصد الحركة هي ثقافات مهمة لخلق التوازنات داخل العرض وتوجيه المخرج. وهنا لا نستطيع أن نتحدث عن مخرج للعمل، بل نتحدث عن طاقم لإخراج العمل، والطاقم يتكون منه الدراماتورج والكوريغراف وأصلا المخرج ومعد الممثلين ومدير وإدارة الممثلين. فبالتالي أظن أن للدراماتورج مهمة كبرى. سؤال بسيط فقط للأستاذ العزيز مصطفى رمضاني، أولا هل هذا الدراماتورج عندما يحول نصا مسرحيا لمسرحيا هل يكون دراماتورجا أو ماذا؟ عندما يحول الدراماتورج نصا هو مهيأ ولكن يمكن يكون لزمن ماض. هذا فيما يخص مداخلة أستاذي العزيز مصطفى. والآن بعض أو سؤال للأستاذة أسماء، من عاش كان موجودة ولا لا، فقط تساؤل كبير حول ما يقوم به لمين النهدي في تونس أو وجيه الجندوبي، هل ما يقدمونه مونودراما أم وان مان شو؟ وحسب رأيك ما الفرق بينهما ونحن في أزمة اسمها المسرح الفردي بتفريعاته؟ ما معنى كل جنس مسرحي فردي حسب رأيك أستاذة أسماء؟ وشكرا أستاذ نزار. أستاذ حسين بالله بس يعني بدي أزف، يعني هو هنا خبر يعني وصلني الآن، وهو خبر مؤلم جدا. صديقنا وأستاذنا العزيز الدكتور إبراهيم الحجري الأستاذ والناقد المغربي يعني غادرنا قبل لحظات. يعني نود أن نقف ولو لحظات بسيطة، يعني أن أشعر بشيء من الضربة من الرعشة. يعني صديقنا وأستاذنا وكان معنا في عدد من الفعاليات في هذا المنتدى، ولو كان يعني بصحته سيكون معنا في هذا الملتقى، لأنه رجل يعني يكتب عن أدب الرحلات في الفن التشكيلي، وأيضا يعني رجل يعني فنقرأ على روحه الفاتحة. يعني كان منذ عدة أيام أو منذ أكثر من أسبوعين تقريبا في العناية المركزة، وفاضت روحه الآن. يعني أشعر بالأسى الكبير جدا، وخاصة عندما يكون صديق وعزيز ورجل. يعني نقرأ على روحه الفاتحة لروحه السلام والمحبة والأمان أستاذنا العزيز الأستاذ الدكتور إبراهيم. إلى رحمة الله. دقيقة صمت يعني، ولو قطعنا هذه الندوة فهو يستحق هذا وأكثر منا. شكرا لكم، وأعود الآن إلى الدكتور حسين لمتابع هذه الندوة. له الرحمة ومثواه الجنان إن شاء الله. نستثمر أيضا وجود زميلي وصديقي الدكتور جبار خماط،
وهو الرجل المسرحي القريب من هذا النقاش وهذه الأفكار التي تطرح في هذه الندوة، نستثمر وجوده معنا ليتحفنا بما يضمر من خبرة عميقة في هذا الموضوع. فنترك الحديث أو التساؤل أو المداخلة للدكتور جبار خماد. شكرا جزيلا الزميل الصديق المبدع أستاذ الدكتور حسين الأنصاري، وشكرا لأستاذ حميد عقبي على هذه النافذة الثرية بالإبداع. أولا كيف الحال أستاذ مصطفى؟ وأنا مشتاق لك، يعني ما قدمته مميز فعلا، وأنت قارئ فاعل ومؤثر في النقدية المسرحية، وأصغي لك باستمرار في المهرجانات العربية. هذا المصطلح الدراماتورج ومصطلح شائك ومعقد، أين منطقة أو مساحة الدراماتورج في العرض المسرحي؟ هل تكون رئيسة أم تكون ما بعد الإخراج؟ هل بالإمكان أن يكون المخرج ضمنياً هو دراماتورج؟ أم هنالك مهنة مستقلة تدعى دراماتورج؟ أنا أعتقد أن وعرج عليها بطريقة ما العزيز نزار، بداية دراماتورج يعني كمصطلح تاريخي ظهر بالشراكة مع الإخراج، بمعنى بعض المخرجين هو يمتلك طاقة على التحليل الأدبي الفلسفي للنص وكيف يتحول إلى عرض مسرحي، وبعض المخرجين لا يمتلكون القدرة على اكتشاف هذه المنطقة الفلسفية النقدية في الإخراج. هو يقدم معالجة بصرية سمعية حركية، والماذا أو كيف يتركها للناقد أو من يرافقه مما يعرف بالدراماتورج. إذن بإمكان المخرج أن يكون دراماتورج بنفس الوقت، ونعرف في تاريخ المسرح وتاريخ الإخراج المعاصر والحديث، وأنت يعني دائما أقول أن دانشينكو هو أول دراماتورج أطلق عليه بهذه التسمية، وهو أصلا مخرج وزميل لستانسلافسكي. بالتالي ما هي مهمة الدراماتورج بشكل دقيق وواضح؟ هو الذي يبحث في المستوى الأدبي فلسفيا وفكريا، وكيف هنا منطقة الدراماتورج، الكيف بمعنى متى يكون النص الأدبي صالحا للانتقال على خشبة المسرح. بعض النصوص تكتب ميتة، يعني لا تمتلك القدرة أن تتحول إلى عرض مسرحي، وبعض النصوص متوهجة مسرحيا، وبالتالي فرقوا علم الاصطلاح يفرق ما بين نصين باللغة الإنجليزية، theatrical text النص المسرحي، ودراماتيك تكست النص الدرامي. النص الدرامي هو النص المكتوب على الورق، لكن عندما يأتي المخرج بوصفه دراماتورج يقرأ النص الورقي ويفكر بالمعالجة كيف يتحول على خشبة المسرح بصريا وسمعيا وحركيا. هذا التحويل، هذه القدرة على التحويل هي مساحة الدراماتورج، بمعنى لو فككنا المصطلح باللغة الإنجليزية دراما تورج، تورج يعني الضوء، ودراما الفعل، بمعنى الخارطة الفعل كيف تنتقل من اللفظ إلى البصري، من اللفظ الأدبي إلى الفعل على خشبة المسرح، كأنه الدليل أو الطريق أو الموجه أو القارئ أو العارف بعملية التحويل. إذن هل هذا الدراماتورج متوفر الآن وواضح البصمة أو الاشتغال؟ يعني أنا ربما نعطي تصور واضح أن كبار المخرجين
في خارطة الإخراج العالمي. يعني ناخذهم إيرين موشكين، بروك، يعني أي اسم من الأسماء اللي أطلقتموه، هؤلاء ضمنياً هم دراماتورج، لأنه عرف كيف ينتقل النص إلى فعل على خشبة المسرح. وبعضهم لا يمتلكون القدرة، يعرف كيف يحرك الممثل، يعرف كيف يخلق تكوين على خشبة المسرح، لكن لا يتقن صناعة تغلغل الفعل وتطوره من النقطة الأولى إلى النقطة الأخيرة، فيلجأ إلى ما يعرف الآن بالدراماتور. فهنا الدراماتور لا يكون مخرجاً، إنما دليلاً لانتقال هذا النص على خشبة المسرح. وأضرب لكم دائماً هذا المثل الذي موجود في تاريخ الإخراج، وكيف تقاطعت رؤية ستانيسلافسكي ورؤية دانشينكو في قراءة بستان الكرز لتشيخوف. وأنا أعيد هذا المثال لأنه مثال حي لدور الدراماتورج وكيف يقرأ النص. بستان الكرز كتبه تشيخوف نص جهزه وأعطاه، لكن بقراءة ستانيسلافسكي قال أن هذا مأساة. دانشينكو بوصفه دراماتورجيا تسمعوني؟ يبدو أن الصوت نعم هذا نعم. لو تقتصر يا دكتور جبار، لأن ما عندنا وقت كثير يعني بإذن الدكتور حسين الأنصاري، لو تقتصر في دقيقة. دكتور جبار وصلت أفكارك نعم. صديقي أنا أريد أوصل إلى نهاية. تفضل اختصر لنا، اختصر لنا يا اختصر الفكرة. لا اختصار 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 شديد بمعنى نعم. أن الدراماتورج بإمكان المخرج أن يكون دراماتورج ضمني، يعني هو قارن النص وعليم بانتقاله على خشبة المسرح. وبعض الأحيان يلجأ لقارئ حصيف للنص دراميا وكيف يتغلغل داخل الإخراج، بمعنى يضمن الفكرة ويحقق الشكل المؤثر المقنع على الجمهور. شكرا جزيلا. شكرا دكتور جبار. وقرأت تساؤلا من الأستاذة يمكن أسماء عمار، ربما غادرت أم ما زالت موجودة معنا. أعتقد غادرت، سألت سؤالا عن موجودة. نعم سألتي، تفضلي أسألي أنت بصوتك الجميل ست أسماء. شكرا. يعني أنا تساءلت حول وظيفة هذا الوسيط، ما تعرف ندرك أن الوساطة ليس سهل أن نتقبلها. يعني عندما نرى أن هذه الثنائية الجديدة التي عوضت الثنائية القديمة، الكاتب والمخرج، ثم نحن أمام ثنائية مخرج ودراماتورج، تساءلت عن هذا الذي يكون متعدد الاختصاصات ويحذق وضع سيناريوهات وهو في مسار تصنيع يعني لعرض مسرحي فرجوي يمكن أن يستقطب دهشة المتلقي وتفاعله. فتساءلت عن هذه الوظيفة والأهمية التي نعطيها له في مجتمعنا، وهل هو له تكوين خاص على مدارج الجامعات لنا؟ هل يمكن أن نعرف بعض أسماء دراماتورجين في أوطاننا العربية على الأقل يعني يقع التعريف بهم؟ يعني أتساءل حقا، وشكرا لكم. شكرا، وتساؤلك مشروع جدا. سأحيلك إلى مقاربة بسيطة في قضية وجود في مسرحنا العربي والمسرح الأوروبي مثلا. بصراحة ما زال شخصية الدراماتورج لم تنضج بشكل يعني خاص في مسرحنا العربي، وتولى المخرج نفسه هذه الوظيفة إضافة إلى عمله، أو الآن بدأت تتبلور شخصية الدراماتورج. ربما
يجد المخرج شخصا يثق به بقيمته اللغوية والأدبية والفنية والجمالية، فيجعله وسيطا يساعده في نقل النص الأدبي من المدونة المكتوبة إلى مرحلة الرؤى البصرية. قيض لي حينما جئت إلى السويد في بدايات أو قبل عقدين من الزمن أن أعمل أو أذهب في براكتيك أو تطبيق مع فرقة المسرح الوطني السويدية هنا. فحينما ذهبت وأنا لأول مرة أدخل هذا المكان الكبير، عملت في شعبة اسمها الأرشيف، وضعوني في الأرشيف، وجدت أن في الأرشيف مؤسسة متكاملة فيها 3 أساتذة يحملون شهادة الدكتوراه في الأرشيف، وهؤلاء يعملون بطريقة علمية على ليس الأرشفة مثل ما تعمل في بلداننا أن نقص الورق من الصحافة ونلصقه في مكان معين ونعمل له ملف وكذا، لا، هنا يحاولون أن يعملون موسوعات للإنتاج المسرحي وفق الأساليب الحداثوية الجديدة. وحينما وصلت إلى يعني اكتشاف هذا المكان، آخر شيء أوصلوني إلى ما يسمى غرفة الدراماتورج، فوجدتها كأنها البرج العاجي الذي لا يناله إلا المحظوظين. هكذا ينظر إلى الدراماتورج في المسرح الغربي، أما لدينا فما زال هذا الشخص يحتاج إلى اهتمام كبير وإلى ثقافة من قبل الآخرين لفهم دوره ووظيفته. شكرا لك ست أسماء، ولدينا دقائق قليلة جدا لمن يريد أن يضيف لنا شيئا باختصار شديد جدا قبل أن أختم هذه الندوة. دكتورة وافية تفضلي. نعم شكرا. أود فقط أن أقول بأنه الدراماتورجيا اليوم هل يمكن أن نقول عنها بأن لها اتصالا مع النصوص أم انفصال عنها؟ لماذا؟ خاصة وأن هناك أوجه كثيرة جدا لمهنة الدراماتورج، فنجد بأنه مستشار مسرحي، ناقد، وظيفته التواصل مع كتاب مسرحيين آخرين، وظيفته أيضا البحث عن أصالة الأعمال المسرحية، وظيفته التشاور في وضع لغيبيرتوار المسرحي، الترجمة، الإعداد لنصوص غير مسرحية، بمعنى أنه لديه مهمات يعني كثيرة وكثيرة وكثيرة جدا. فيمكننا أن نسميه بالمدير الفني للمسرح، ومهمته هي تختلف من بلد إلى آخر ومن مسرح إلى آخر. وقد ذكر الأساتذة قبل قليل بأنه في الوطن العربي مهمة أو وظيفة الدراماتورج ليست وظيفة واضحة، فأحياناً أو في كثير من الأحيان المخرج هو نفسه دراماتورج، أو ربما يعني المخرج يجد شخصاً يثق به يمكن أن يوكل إليه مجموعة من المهام. فبمعنى أنه البيئة العربية ربما يعني لنقص التكوين كما ذكرت الأستاذة أسماء، يعني هي تساءلت يعني سؤال في محله، هل وظيفة الدراماتورج يعني هل لها تكوين يعني على مستوى الجامعات على مستوى المعاهد، أما ربما يجب أن يخرج لدينا يعني إنسان هكذا متعدد المواهب خارق إن صح لنا القول، وتكون لديه كل يعني هذا المواهب حتى يحقق يعني الدراماتورجيا وحتى يخرج النص المسرحي في شكل أنيق. فهنا نقع يعني نقول بأنه هذا الدراماتورج يعني منصبه يجعله أهم شخصية في دنيا المسرح كلها، هو أهم شخصية على الإطلاق، فهو شخص يستطيع أن يتناول المسرحية فيخرجها كما يطيب له هو، ويتولى يعني مهام كثيرة وكثيرة جدا. فهنا نقع يعني في سؤال جوهري، يعني في ظل ما يسمى بالحقوق الفكرية، الحقوق الفكرية هنا، هل هذه المسرحية هل تنسب إلى كاتب نصها؟ وما مدى تدخل كاتب
المسرحية أو كاتب النص المسرحي ما مدى تدخله يعني في المرحلة الموالية لمرحلة كتابة النص المسرحي؟ هل بما أنه لديه حقوق فكرية يعني خاصة بهذا النص المسرحي، هل لديه الحق في التدخل أم أن وظيفته تنتهي بمجرد بدء وظيفة يعني الدراماتورج وغيرهم؟ فيعني يعني هذا هل له فعلا يعني حق في التدخل في نصه بعد كتابته أم لا؟ وشكرا جزيلا. شكرا للدكتورة وافية على هذه المداخل الكثيرة التي طرحتها عبر هذه الدقائق القصيرة، والتي تحتاج إلى إجابات فعلا يعني إجابات منطقية وواقعية. فالدراماتورجيا تحتاج أيضا إلى تعريف جديد أو صياغة جديدة في المناهج، وكيف نجعل من الدراماتورجيا منهجا ثابتا وقارا في العملية الإبداعية. أنا أعتقد أننا نحتاج دراماتورج ليس في المسرح، وإنما نحتاج دراماتورج في الاقتصاد والسياسة وكل شيء في حياتنا العربية والثقافية. في ختام هذه الأفكار الجميلة التي طرحت في هذه الندوة الأولى لهذا اليوم، نختتم وقتنا بما تفضلتم به، وأقدم شكري الجزيل للأساتذة الذين شاركونا بأوراقهم، الأستاذ الدكتور مصطفى رمضاني من المغرب، والأستاذ أسماء طرابلسي من تونس، وللأساتذة الذين قدموا لنا إضافات نوعية في هذا اللقاء. ونتمنى أن تكونوا معنا في 9 بتوقيت باريس لندوتنا القادمة. أستودعكم الله وإلى اللقاء، والسلام عليكم. شكرا أستاذ حسين. يعني أنا يعني في نهاية الندوة وأكون وحميد عقبي والمنتدى العربي الأوروبي للسينما والمسرح، ولكن والله بصراحة يعني ما يعني خبر فقدان الأستاذ الدكتور إبراهيم حجري يعني أحدث هزة كبيرة، كأنه أخي أو كأنه يعني أبي، يعني تذكرني هذه الصدمة بلحظة سماعي لوفاة يعني والدي، فكان صديقا عزيزا وأنا جريت معه عدة حوارات وكان معنا، وكان مفروض أن يكون معنا في هذا الملتقى، يعني لا أقول إلا لروحه السلام والمحبة والسلام والأمان، ونتمنى له إن شاء الله أن يكون غادرنا إلى عالم أوسع من هذا العالم الضيق. اسمحوا لي أن أودعكم إلى الندوة القادمة، المنتدى العربي الأوروبي للسينما والمسرح، تعازينا الخاصة إلى المغرب العربي وإلى الثقافة العربية وإلى النقد العربي، لأن الدكتور إبراهيم كان ناقدا موسوعيا ما بين في الفن التشكيلي، في المسرح، في السينما، يعني في الرواية، وهو رجل أيضا في أدب الرحلات خالص المحبة والتقدير. كان معكم حميد عقبي. ميرسي بوكو، أتوت سويت، نلتقي بعد ساعة. مع السلامة، الله يرحمه.